يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سبورت كلينك. دكتوره بشاير الطبيخ حياك الله معنا. الله يحييك دكتور. الله يسلمك. ان شاء الله دكتوره بشاير حضرتك حاصله على الدكتوراه في الموهبه والابداع، هذا التخصص الجميل. دكتوره يمكن تكلمنا في حلقات سابقه عن الموهبه بشكل عام وايضا طريقه اكتشاف المواهب، ووصلنا في نهايه الحلقه الماضيه عن الخصائص، تكلمنا بشكل كامل عن مميزات والخصائص بالنسبه لاكتشاف الموهوبين. لكن دكتوره ابي اعرف الحين شنو هي المرحله التاليه ما بعد مرحله الخصائص؟ بالنسبه لمرحله الاختبارات، طبعا لما نرجع حق مرحله الخصائص لازم تكون درجه الطالب في معظم الخصائص اللي تم وضع تشيك ليست، لو احنا نقول مثلا هي قائمه معايير واخذ الطالب نقول 9 من 10 او 8 من 10، معناته هو تفوق الا في جوانب قد يكون فيها ركيك او يعني غير واضحة موهبته، لكن هذا الطالب يستحق أن ينتقل إلى مرحلة الاختبارات، هي المرحلة التي تكون الفيصل. يعني إحنا بالنهاية أخذنا المؤشرات على صعيد إن إحنا شفناها كمعايير قدامنا، لكن على أرض الواقع الآن نريد أن نطبق اختبارات في الذكاء الحركي، في التوافق، في السرعة، في التحمل، في الإدراك المكاني، في الإدراك الزماني، مجموعة اختبارات رياضية حتى في الذكاء المعرفي. ترى مهم تحصيل الطالب، كل ما كان تحصيله مرتفع معناته عند الدافعية لأن يكون متميز في الجوانب الأخرى، وهما يعني شأنان مع بعض. في ناس يقولون يمكن أنا موهوب في الرياضة وما أنجح في الجانب المعرفي، خطأ. ترى أغلب اللي ينجحون في الجوانب الرياضية يكونون في الجوانب المعرفية أو الأكاديمية جدا متميزين. صحيح دكتورة، أنا أحب أكد على كلامك هذا. صحيح نقدر إحنا نشوف مثلا في ناس في التحصيل العلمي دون المستوى لكن موهبة عنده كبيرة ويكون لاعب ممتاز. صحيح. لكن تعالي كلمي ناس متخصصين عملوا معاه في الميدان في الملعب غيره، كلمي مدربينه، قول له لما تعطيه تكتيك معين انتقال خط رقم 1 2 3 تلقاه ضعيف من هالناحيه. بالضبط. ليش؟ لان الناحيه العقليه عنده والاتصال هذا في الجوانب الاخرى تكون عنده ضعيف، فيها ضعف. يمكن هو يكون عنده الذاكره المكانيه. صحيح. الذاكره البصريه، الادراك في اللي هي احنا نقول في سرعه الاستجابه. لما يصير مثلا في الالعاب الجماعيه نلاحظ انه اغلب مثلا اللي يختارون طلبه لالعاب مثلا كره القدم او كره السله او الالعاب الجماعيه بشكل عام، فيشوفون عنصر الاستجابه لما احد يعطي شلون ينقلها. صحيح. طريقه الالتفاته للجسم، طريقه رده الفعل، وفي امور تكون على ناحيه الذكاء الحركي، لان احنا بالنهايه يهمنا انه هو يعرف شلون يتحرك وشلون يوظف عضلاته. صحيح. يوظف قدراته، حتى حجم جسمه. في ناس سبحان الله يكون قد يكون مثلا هو لاعب مثلا وثب لكن يخفق، هو حاب الوثب ولقوا انه يحقق مثلا انجازات، او مثلا لما قعد معلم التربيه البدنيه لاحظ بس الطالب حجمه مثلا صغير. بالضبط. السمات البدنيه مو مساعدته. هنا دور المعلم في جانب الاختبارات لما يختبره ويلقى ايضا متميز تتحول الى ارقام هنا يبين. بالضبط. انا هنا على دوري يجي في مرحله الاختيار، اني قد يكون الطالب متشبث في تخصص او في توجه معين. دور المختص او المعلم انه يقول له ترى انت جسمك ينفع حق هذه اللعبه. صحيح. اكثر. يعني احنا ليكون في بالنا كثير من الطلبه اللي في السباحه التقيت فيهم او في الرمايه او غيره، هم حابين الرياضه من قبل لا يدخلون فيها. صحيح. هم موهوبين واول ما دخلوها حققوا انجاز فيها، لكن المعلم قد يكون هو ايضا مؤثر في توجيه طلبته في مرحلة الاختبارات قبل مرحلة الاختيار، لأن في مرحلة الاختيار خلاص احنا اوريدي عندنا مثلا كوزارة التربية عندنا بطولات معينة ونبي نوزع الطلاب عليها الموهوبين في هالجوانب، فعندنا أفريقيا لازم نسد عددها نسويها مكتمل عشان ندخل في مرحلة التدريب. قبل ما نوصل المرحلة النهائية هذه بالضبط، لأن أنا كمعلم أبخص أقول لك يعني يجب أن يكون للمعلم دور في توجيه المواهب، يجب ان لا يكون رغبه الطالب هي الرغبه فيصل النهائي. بالضبط. فقد يكون الطالب مغيب احيانا وماخذته الحماسه، لان صحيح. احنا نعرف ان السمات الدافعيه للاعبين جدا قويه، ونلاحظها في روح الايجابيه والتوجه الى الرياضه بشكل قد يغيب عنا امور كثيره. ففي مراحل اللي هي المرحله الاولى مرحله المعايير، ثم مرحله الاختبارات اللي تكون ادق
لان فيها درجات محكيه خلاص. صحيح. انا ما اقدر النتيجة النهائية. بالضبط انا في الخصائص يمكن اقارن سين بجيم، لكن في الاختبارات انا عندي لازم انت تجيب بهالاختبار 50 من 60. صحيح. يب 49 انت قد تكون من الطلبة اللي اخفقوا ويعيدون مثلا في السنة القادمة. ممتاز دكتورة بشاير، وصلنا رسائل توعوية وايد مهمة خصوصا لفئة المعلمين والمعلمات، واتمنى انهم ينتبهون للمعلومات القيمة اللي حضرتك تكلمت عنها. دكتورة ناخذ فاصل ونرجع نواصل الحديث معك. اعزائي المشاهدين ناخذ فاصل ونرجع نواصل الحديث شيق مع دكتورة بشاير الطويل. يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، عندنا من بعد الفاصل دكتوره بشاير. كنا قاعد نتكلم عن اكتشاف الموهوبين بشكل عام، وما شاء الله عليك بينتي لي الكثير من المراحل بالنسبه لاكتشاف الموهوبين. لكن دكتوره انا باكد على كلامك من خلال اللي قلتي دكتوره، ترى لما نشوف بعض القصص اللي يتكلمون عنها بعض اللاعبين من خلال حياتهم، يعني مثال لو اعطي مثال ميسي او كريستيانو رونالدينيو، نشوف الكثير من هؤلاء اللاعبين في بداياتهم ما كانوا يلعبون كرة قدم، كانوا متوجهين إلى لعبات أخرى، في بعضهم كرة قدم شاطئية، في بعضهم كرة قدم الصالات، لكن لما شافوا بعض المدربين، وأنا ما أسميهم مدربين، أسميهم كشافين، وأنا أشوف الكثير من القصص هذه، أي هذا اللاعب يتكلم بطريقة أن الفضل لهذا الشخص، ويحطون صورته مثلاً إنسان يقول هو اللي وجهني، فأنا أحب أكد أن التوجيه عمل وايد مهم، يعني ممكن يعادل أو يفوق اكتشاف الموهبة. ليش؟ لأن لما أنا اكتشفت أنه هو مثلاً عنده صفات بدنية جيدة، عنده كل الصفات العقلية والنفسية اللي تأهله أنه هو يكون ناجح في عدة مجالات، لكن لما أنا أوجه توجيه صحيح نحو مثلاً مكان معين، لعبة معينة، هني راح يكون في تأثير وايد إيجابي، وممكن أنه هني يبدأ إنجازه بشكل وايد كبير. هني دكتور يبين دور المكتشف الإيجابي في مرحلة التسكين. نعم. اللي هم لما حين خلاص احنا خلصنا مرحلة الخصائص وشفنا الصفات السلوكية الدالة على الموهبة في سلوكياتهم، أجرينا عليهم اختبارات مختلفة وأكدت لنا وجود الموهبة، ولكن ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك يأتي دور المكتشف أو المعلم المختص بهذيل اللواعيب أو اللاعبين الموجودين أن يجعلهم في الأماكن المخصصة. صحيح. ويجب أن يكون لهذا المعلم، وقد يغيب على الكثير، خصائص. يعني أنت استحالة. صحيح. أن تقود موهوبين وأنت تفتقد. صحيح. أساساً لخصائص الموهبة. صحيح. وأنت يجب أن تكون القدوة لهؤلاء الطلبة، فيجب أن يكون معلم الموهوبين أو المكتشف أو الشخص اللي يتعامل معهم بالضبط، اللي اكتشفهم وقاعد الحين يرعاهم ويبرز موهبتهم، بأن يكون قادر على أن يتخذ القرار، قادر على أن يخطط بينهم بشكل سليم، قادر على أن يضعهم في الأماكن المناسبة، وقادر أن يحدثهم عن المنجزين. ترى أكثر الناس قد يغيب عنهم وجود منجزين أخفقوا أو تعثروا في بداية حياتهم. صحيح. مثل ما تفضلنا قبل أو تفضلت لما قلت وجود مثلا اللواعب مثل كريستيانو ورونالد وغيرهم من أمور ميسي اللي في البداية قد تعثروا بسبب أن أنا كطفل أو كمراهق أو كشاب أو كشابة ميولي لهذا التخصص يغيب عني بقية الأشياء. صحيح. فدور المعلم ويكون معلم موهوبين بحق وحقيقة أن يوجههم حسب قدراتهم وإمكانياتهم ويثبت لهم ذلك بالإنجاز، لأن قد يغيب على الطلبة يقول زين أنا أستاذ أوكي وديتني مني بس أنا ما راح أنجح، هو من داخل قرارة نفسه أنه أنا ما راح أنجح. صحيح. يقول له الوعد أنك راح تأخذ ميدالية. صحيح. أو الكأس أو غيره من أمور، ومجرد أن يحقق هذا الإنجاز بالضبط. نعم. هنا راح يخلق له الحافز الدافعية
المثابرة، التدريب بلا كلل ولا ملل، لأن احنا نعرف أن التدريب للموهوب، يعني أنا لما أشعر باكتئاب وأنا إنسان موهوب، الشيء الوحيد اللي يطلع الطفل أو الإنسان المكتئب من اكتئابه هو حب الموهبة. صحيح. فلما ينغمس فيها ويلقى نفسه قاعد يتدرب ساعات متتالية خلال اليوم من أجل أن يحصل على إنجاز، إذا هو هني مو بس تحدى، هو هني طوره، بنى ثقته في نفسه، وخلق له توجه. قد يكون هذا التوجه هو إن شاء الله اللي هو الأضواء كلها تسلط عليه في المستقبل ويكون نجم النجوم إن شاء الله. دكتورة بشاير طبيخ، أشكرك على كل هالمعلومات هذه القيمة. أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.